عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو تلقى المتتبعين تاعي والمستمعين تاعي كمان مهنيين. اليوم ان شاء الله ماشي محاجيه. اليوم ان شاء الله انا رايحه يعني نمد لكم بعض الامثال الشعبيه القديمه اللي فيها الكلام الموزون، واللي كانوا ناس زمان كلامهم كامله معاني وكلامهم كامله كان بالامثال. امبوسيبل يقعدوا يقصروا قصره بلا ما يقولوا فيها مثل ولا زوج. وانا كما تعرفوني من عشاق الامثال الشعبيه، وكانوا يعني امي الله يرحمها والاهل ديالي يهضروا غير بالامثال، ما يقدروش يعني يقصروا قصره بلا ما يجبدوا لك عليها مثل. وهكذا ان شاء الله يعني هذا انا بوغ موا هذا تراث وتقليد اللي مادا بيا يعني ما ينقرضش، ويقعد كمام يقعد سوفونير، ويقعد يعني الجيل هذا اللي جاي يعرف كمام يعني بعض من التراث تاعنا. الوغ ناس زمان يقول لك بنات الجزائر هدرتهم قصره ومعاير، ويقول لك المعاير يخرجوا لها حراير. ناس زمان يقول لك يعني تلما هذيك الانسانه تعير حتى تولي حره، اوف هذا كلامهم على كل حال وفي هذاك الوقت. وان شاء الله عندي بعض الامثال اللي راح يعني كل مثل نحكي لكم القصه تاعو باختصار. يقول لك سلو ذوق وسلو ذوق، وكيجي المخلوق ما يلقى ما يدوق. على بالكم هذا المثل ينطبق على واحد الانسانه يعني اللي من حكايتها خرج هذا المثل، اللي طيبت طويجن والله الله وخرج بنين وبدات تدوق تسل وتدوق تسل وتدوق تدوق وتعاود تدوق وتعاود حتى تربط على الطاجين لقاتو خلاص ما كاش ملا خزرت لقاتو خلاص. قالت يا حا سل ودوق وسل ودوق، ودوك يجي المخلوق ما يلقى ما يدوق على راجلها. يعني انتبهت بلي كتلما كانت تدق ضربت على الطاجين لقاتو كل يعني خلاص. هذا المثل ينضرب على المرأة الساقطة لي يعني الطاجين تدق منه بزاف. هذه هي. ويقول لك تانيك جنسي باولا تعرفوه تعراي بنت الدرب اللي باعت الجنان وشرات الكلب، حاشاكم هذا اللي يعني راي بنت الدرب اللي باعت الجنان وشرات الكلب حاشاكم. يعني هذا المثل ينطبق على المرأة اللي ما عندهاش الراي بنت الدرب، كشي وحده تبيع جنان بهذاك التسومه تاع جنان تشري الكلب. يعني هذا المثل قلت لكم ينطبق على المراه اللي ما عندهاش الراي ماشي دبيريه، ويقول لك الراي نصف المعيشه. ويعني مثل واحد اخر طرشه وقالوا لها ولولي. عبكم وحده مسكينه طرشه وتقولها نوضيت ولولي تحميها. هذا المثل ينطبق على يعني الناس اللي دي فوا نعطوهم لوكازيون باش يهضروا، ولا وهما يعني ما عندهمش معرفه بالامر وينوضوا ما يسكتوش. هذه هي. ويقول لك تاني كعجوزه حكمت سارق. على بالكم عجوزه كي تحكم سارق تبدا واش نقول لكم كلي طلقت صاروخ، تبدا غير تعيط ومنا واني شفت وحكمت وما تسكتش، وتبدا غير تعاود وتعاود. الوغ هذا يعني هذا المثل ينطبق على الناس اللي لكوا يعني الكاكين كيبداو يعجنوا ويلكوا وما يطلقوش هذيك الحاجه ماشي ما قل وادل، العكس هذه المقوله تاع عكس ما قل وادل. ويقول لك تانيك من قبل سيدي مليح وزاد له الهواء والريح. يعني الانسان اللي يكون شويه شويه ويزيد يكمل سا ديبون يعني الموضع يعني وسا ديبون لوكازيون ولا سا ديبون. يا اخي يقول لك لكل مقام مقال. المهم يعني وباين قال لك مقبل سيدي مليح ديجا، يعني وحده كي تكون ديجا مثلا ديجا فنيانه وزادوا كملوا جابوا لها مثلا الالكتروميناجي مثلا، ولا زعما باغ اكزومبل يقول لك واحد زعما مريض وزاد يعني جاتو لا غريب ولا. المهم وكاين تانيك مثل تانيك واحد اخر شباب يقول لك الشيخ على وفاه طاح عليه الغربال استوفى. يعني الانسان تاني كادي يتشبه تاع من قبل سيدي مليح وزاد له الهواء والريح. الشيخ على وفاه معناتها الشيخ كان قريب يتوفى طاح عليه الغربال استوفى مات الله يرحمه. وهذا مثل يعني قديم جدا القليل اللي يعرفوه على كل حال، ويعني مثل لي جلادور انا. يقول لك الدار الكبيره والبهجه قدامها اذا حمله قويه يحملوا ويدانها. الدار الكبيره والبهجه قدامها واذا حمله قويه يحملوا ويدانها. هذه يهضروا على الناس يعني الدار الكبيره اللي فيها الخير ويكون فيها التبذير، يعني ما يكونش محافظه ويكون الاسراف سي فوفولي. هذه يا خواتاتي بالنسبه للامثال تاع اليوم. وعلى بالي بلي الكثير بزاف منكم اللي كيما انا يعشقوا هذا الكلام ويحبوه، وكل تجيهم هذيك لا نوستالجي تاع يتفكروا ياما تزبان ويتفكروا هذيك القعده الحلوه اللي كانت مالغري ببساطتها يعني حلوه بزاف، وكانت قاعده مع الكبار يعني تسوى الدنيا وما فيها.
امبوسيبل تقعدي معاهم وما تتعلميش. والحديث قياس والفهم يفهم. هذه اخواتاتي ودركا ما قعد لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.